في كتير من الجنايات ممكن يتسجن علشانها شخص، لكن القيام بالجناية مش دايما معناه ان الشخص سيء، لكن ممكن يكون خطأ عمله ولقى عقوبته. المصور ترينت بيل قرر انه يقوم بمشروع تصوير توعوي، قام بيه بالتواصل مع العديد من المساجين، طالبهم بانهم يقوموا بكتابة رسائل يوجهوها لنفسهم وهم صغيرين، يعني قبل ما يعملوا الجناية اللي سجنوا لأجلها. يا ترى المساجين كتبوا لنفسهم في صغرهم ايه؟ كان ترينت قد حصل على إلهامه من المشروع ده من صديق لي، أب الأربع أبناء، وحسب المصور فهو شايف أنه رجل كويس جدا، لكن بسبب خطأ مش مقصود هو الآن بيقضي محكومية ب34 سنة في السجن. علشان كده قرر أنه يقوم بعمل المشروع ده، ودلوقتي هعرض عليكم الصور اللي التقطها ترينت مع الرسائل اللي كتبها كل سجين. دلوقتي بعد ما شفنا كل الرسائل والندم اللي مر بأصحاب الجنايات، تفتكروا الحياة فعلا تستاهل ان احنا نعيشها كلها في الندم ده، وان احنا نفضل فيها محرومين من كل الناس اللي بتحبنا والناس اللي حوالينا ومن الحياة ذات نفسها بسبب خطأ بقصد او بغير قصد؟ ياريت تكتبولي في الكومنتات عن رأيكم في الفيديو، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جاية، وشكراً.